السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير. منا اللي باقي ما اشتركش في القناه يشترك وفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل جديد. وبلا ما نطول عليكم، يلا ونبدا مع صوت الاذان اللي والفت كل نهار يفيقني لصلاه الفجر. حليت عيني، والاول مره من بعد 5 سنين كنفيق بهاد النشاط والابتسامه على وجهي. نط من فراشي بهدوء ولبست صندالتي في رجلي ومشيت الحمام نتوضا. شفت صورتي في المرايه ورجعت خطوه للور بحال اول مره غدا نشوف راسي. بقيت كنشوف تقاسيم وجهي، لون عيني الازرق وبشرتي البيضاء وشعري الذهبي اللي واصل الخصل. الحمد لله دائما وابدا على الصوره الكامله. ابتسمت وحلفت باش ما تخطانيش الابتسامة اليوم، وعلاش لا، وهو أجمل وأسعد يوم في حياتي. طول هاد 5 سنين كننتظره بفارغ الصبر، وربي اليوم جازاني على صبري. سهيت ومن بعد مشيت توضيت وصليت ونزلت الكوزينة نوجد الفطور، حتى كنسمع صوت جايني من فوق. قالت خالتي: شمس، وجدتي الفطور؟ قلت لها: صباح الخير خالتي، الفطور موجود، نزلي تفطري. قالت: هاني ماجية، وديري في بالك الله يرضى عليك، اليوم راه مهم بزاف، خاصك تكوني موجدة كل شي بكري. قلت: كوني هانية يا خالتي، راني دايرة بحسابي وما يكون غير خاطرك. قالت: جمع بيتي هو الأول، عاد نزلي تفطري، وأنا غدا نكمل ونمشي للحمام ونبغي نجي نلقى الدار كتشعل وهاني وصيتك. هزيت راسي بقاه وطلعت لبيتها، وطلعت لبيتها باش ندير اللي قالت لي. طول هاد 14 سنة اللي تكلفات بيا لالا سلطانة وكتقول باللي دايراني بحال بنتها، كننفذ اللي قالت لي بالحرف، حيت عمري نسى خيرها. العيشة وسط عائلة ماشي هي العيشة في ميتم اللي عشنا فيه أسوأ الإهانات بالرغم من السن ديالنا الصغير. ما عرفتهاش هي أشنو معتبراني بالضبط، ولكن أنا كنعتبر تنفيذ الأوامر رد الجميل، أو لا أجر بسيط باش نبقى عندهم. وخا وصلت لسن 20 سنة جمعت بيتها وتولت وضربت طليلة على بيتي اللي أصلا كنجمعو قبل ما ننزل، وبديت في شغال الدار ودرت بالناقص من شفتو. وانا فرحانه رجعت الدار كتشعل كيف ما بغات خالتي. رجعت خالتي بوجه منور، حيت واخا مشات زين بقاو حروفه. دارت دويره شرفيه على الدار، واخا ما كنسمعش منها كلمه مزيان ولا تبارك الله عليك، ولكن كنلمح في عينيها نظره الرضا عليا. ودخلت الكوزينة نوجد الماكلة، وهي جالسة فوق راسي كتوريني اش ندير وكتسيرني اش نخلي واش ندير، ولكن كل شي هون فاش يطل عليا بشوفته ينور الدار ويعمر بلاصتو اللي بقات خاوية طول هاد السنين. خالتي فرحانة بولدها اللي تغرب هاد المدة في استراليا، ودار ليها الذهب وطلع ليها دار هنا ودار اخرى، حمر وجهها قدام الحباب وفقص ليها العديان، واليوم راجع بالشان والهمة. قالت باللي شاري طوموبيل آخر موديل وكتسنى على أحر من الجمر باش تباهى بعوينتها الوحيدة قدام الناس. وأنا شمس اللقيطة الوحيدة يتيمة الأب والأم كتسنى في حب حياتها وفرحتها في هاد الحياة بطل أحلامها الوردية. كان بغيه، يمكن هاد الحب ما حسيتوش بقوة حتى بعد عليا، ولكن في داخلي شعور كيخليني نتعلق بكل تفصيل فيه. الشخص اللي عشقته من صورته وكلامه معايا في التليفون ومن الحديث الدائم ديال خالتي عليه قبل ما يمشي، كان حب بريء. مراهقة تعلقت بشخص كتشوفه هو بطلها المغوار، يمكن حيت لقيت فيه الأب اللي ولدني وما حنش فيا، والأخ اللي ما عرفتش
واش عندي ولا ما عنديش. حتى الأم كنت كنحس بحنان الأم معاه، فاش كان كيضمني كينتشلني من كل ما هو موجع وكل إحساس بالفقد والعدم. أسرة كاملة كونتها فيه هو بوحده، رسمت وطن وانتميت ليه. وخا كان كبر مني وديما كنت كنطلق العنان لشعوري ونخليه على راحته وما نكبتوش، حيت حاجتي لوجوده في حياتي كانت كبيرة أكبر من أي عائق بيناتنا. كان ضماد لجروحي اللي كينزفو فيما كيذكرني شي موقف بأنني لقيته. هو اللي رباني ونصحني، كان بمثابة الدرع الحامي ليا من كل سوء. يمكن هو كان كيشوفني أخته الصغيرة حيت أكبر مني بسبع سنين، ولكن دائما كنت كنصبر راسي بأن نظرته ليا غدا تغير مع مرور سنين ومني شوفني كنكبر قدامه. فقدت السيطرة على إحساسي تجاهه، حتى تحول مع الزمن من إعجاب طفولي الحب وحب من طرف واحد، وأخيرا كملت ما بقى والو يوصل. شوية سمعت الكلاكسون برا وقلبي تهز من بلاصتو، وصورتو اللي في إيدي طاحت. نزلت بالزربة وسحبتها من الأرضية وضميتها لصدري بحال كنعتذر على شنو درت. رجعتها في بلاصتها وقديت شعري ونزلت كل ليلة هفل شوفتو متشوقة اللقاء. تقدمت خطوة بعد خطوة ناحيتهم ونبضات قلبي متسارعين. سمعت خالتي كتزغرت وضحكتها واصلة لأخر الزنقة. خرجت راسي كنطل مورا الدروج، كيبان ليا رجل طويل لحيتو كتيفة شوية ومتراسية. هو نزلت باش نقرب من فرحتي ونضمها، حتى كنلاقي وجه جميل وقوام رشيق طل من ورا هاد الجسم العريض، ملامحها شقراء باينة عليها قاورية. شدت في ايده وبدون ما يعير اي اهتمام لهاد الكائن اللي واقف حداه وكله شوق ليه، قالوا هو كيسحب ايد هاد الأميرة اللي معاه بحركة حنينة وكيقدمها لخالتي. لميمة هادي هي مراتي كارولين اللي هدرت لك عليها. شي حاجة دقاتني في قلبي، خنجر إلا رصاصة اخترقتني وشتات قلبي لقطع صغيرة، وقبضة قوية زيرات على صدري وحبسات في النفس. لحظات وأنا مصدومة، عيني كيشوفه في نقطة واحدة. كنسمع أصوات كتيرة وبعيدة على الأغلب تهنيئات. حسيت بالدنيا كتدور بيا ومضى قمر أمر من حياتي داز من حلقي. بغيت نمشي، بغيت نبعد، بغيت نموت. آخر حاجة سمعت بصوته هي شمس، وغبت عن الوعي والواقع والحياة. ما عرفتش شحال داز ديال الوقت ورجعت لوعي. ريحته طغات على المكان، خنقاتني ووجعتني كتر ما أنا موجوعة. حليت عينيا كيبتسم ابتسامة باهتة غيرت شكل ملامحه المألوفة عندي، خلاتني نتسائل فينا هو جهاد؟ واش كان مجرد حلم؟ بقيت كنشوف فيه مستحيل يكون هو. ما كلفش نفسه حتى يقرب مني ويسلم عليا ولا يسول مالي. حطيت صخرة على هذا القلب اللي هواه ورجعت له الابتسامة وقلت له على سلامتك جهاد. شاف فيا ببرود ورسم على شفايفه نفس الابتسامة المستفزة. قال الله يسلمك يا شمس، مالكي شنو وقع عليك؟ واش نقول له مالي؟ نقول له باللي انت سبابي، انت اللي قتلتيني. قلت له ما بيا والو اخويا، غير طاح لي الطونسيون حيت اليوم ما كليتش. حتى الراسو زعما متفهم، ودغيا نزلت عيني باش ما نزيدش نضعف، ودورت عينيا في أرجاء المكان. عاد انتبهت لخالتي دايرة رجل على رجل ومراته جالسة مقابلة معايا. تبسمت ليها وحييتها ورجعت شفت فيه. قلت له مبروك عليك الزواج. وهو يقول الله يبارك فيك، العقبة عليك إن شاء الله. قالت خالتي إيوا راكي وليتي لاباس، نوضي حطي لسيدك هادو مراته العشاء. بهاد الكلمات زادت خالتي الملح على الجرح، مصدومة من نبرة صوتها القاسية. نفذت الأمر ونط.
وأنا كانت مصوت أهاتي وحابسة دموعي. وجدت العشاء وحركت عيني بين وجوههم للحظة فرحانين، ركزت الشوفة فيه باين أنه رجع متغير غير عليا، حيت ببساطة ما كان عني له والو. اللي يدوز من حدا الباب ويسمع صوت الضحكات كالتعالى يحلف على جميع أهل هذا الدار في أسعد لحظاتهم. هما فعلا سعيدين، ولكن على حساب تعاستي أنا. جات عينوف في عيني وتسائل بعدم اهتمام، شنو ما غاديش تعشي؟ قبل ما ننطق بكلمة ريحتني خالتي كأنه هم ونزاح على قلبي، قالت غير كولا حبيبي، هي ما موالفاش تعشى. من بعد هاد الهضرة مشيت نيشان توضيت ولبست عليا وقلت الله أكبر وطلقت العينان لدموعي. بقيت ساجدة تقريبا أكثر من 20 دقيقة، الدموع حفروا طريقهم على خدودي. كملت الصلاة ودعيت باش ما نزيدش نتقهر. شوية سمعت صوت خطواتهم طالعين البيت اللي سهرت عليه كتار من شهر، البيت اللي كتار من مرة خليت خالتي حتى غفات ونعست فيه، البيت اللي فرشته على ذوقي وحطيت فيه قاع داكشي اللي يبغيه، البيت اللي خدا مني وقت ومجهود كبير باش نقنع خالتي باللي مشمش ومفوج وكبير غير باش جهاد يكون قريب ليا. ولكن بلاتي ماشي حديث عادي هذا اللي سمعت، صوت عالي وحوار عنيف بحال اللي كيتخاصم وماشي بلهجتنا، كيتسمع بعيد ولكن ما قدرتش نميز حتى كلمه. وإلى حليت الباب وقربت غدا نسمع كل شيء، واكيد غدا نفهم حيت انا خرجت من الباك ومستواي في اللغتين الفرنسيه والانجليزيه ممتاز، ولكن ما عندي لاش نتدخل، داك الشيء كيخصهم. ونزلت بخطوات تقال كنجر في رجلي وهم تقيل على كتافي، عقلي غايب وعيني حمرين بالدموع. ومشيت لصالة مونجي نجمع ديك الروينة ونقوم بشغلي على أكمل وجه بحال شي آلات واجدات باش تلبي متطلبات موالين هاد الدار اللي حتى شي حاجة فيا ما كتنتمي لهم. ما ساليت حتى الجوج ديال الليل، كنت صافي عيانة جسمي مهدود وتحت عيني ولا زرق، ومشيت تلاحيت على سريري ونعست. في الصباح حليت عينيا على أذان الفجر، تحسست خدودي اللي عامرين بالدموع وفي قلبي غصة قاتلة نهشات روحي من جديد. اليوم ماشي بحال البارح، توضيت وصليت ومشيت نزلت نقوم بمهمتي اليومية. شوية سمعت شي خطوات متجهين عندي، قبل ما ندور نشوف شكون وصلتني ريحته اللي كيتميز بها بوحده. حط ايده على كتفي وقال شمس. قلت ها جهاد؟ قال انا. غتبقاي مصدومة هكا بزاف ولا؟ توقفت وبعت نظراتي على عينيه باش ما نتوترش وقلت له صباح الخير، راه وجدت الفطور، جلست افطر. شوية سمعنا تقرقي بالطالون وريحة مثيرة طغت على المكان، درنا بجوج في نفس اللحظة. كانت كارولين جسمها المتناسق نازل بخطوات موزونة في الدروج، لابسة كسوة مثيرة فوق الركبة مزيرة عليها ومبينة انحناءات جسمها. خطفت نظرات على كل تفصيل فيها ورجعت شفت في راسي ودرت مقارنة بيني وبينها. بعد السماء على الأرض، أكيد جهاد ما غاديش يبغي وحدة بحالي، لا مظهر لا مستوى عالي في الدراسة لا أصل لا مكانة اجتماعية. شوية وهو يقول ليها كارولين أش هاد الشي؟ أشنو هاد الباس؟ رفهمتك باللي هذا المغرب ماشي أستراليا باش تلبسي فيها هاد نص مترو. تأفات وقالت جهاد انت عارف هذا هو الباسي وما غاداش نغيره، وما غاداش نغيره نهائيا، واصلا انا جايه للمغرب باش ندور ماشي باش نتحبس بين ربعه الحيطان مع امك اللي فين ما دست من حداها طلعوا تنزل فيا. قال جهاد منين نجيبك الصبر؟ اولا هاديك امي خاصك تحترميها
وهضري عليها بأسلوب حسن من هذا. وثانيا انتي دابا في المغرب وخاصك تحترمي ثقافته وتحترمي صورة راجلك قدام الناس. حاولت نبين راسي ما مركزاش معاهم، حيت انا واقفة بيناتهم وكنسمع حديثهم وهما ما حاسينش بوجودي. شفت كارولين مدات ايدها للطابلة وخطفات الكونتاك ديال الطوموبيل بعصبية وخرجت. شاف فيا وعينيه كلهم غضب. ما عرفتش علاش حسيت هاد النظرات موجهة ليا انا، واش حيت بقيت واقفة وكنسمع حديثهم. نزلت راسي وبقيت كنشوف في الارض. وقبل ما ينطق بكلمة سبقاتو خالتي، قالت ولدي الحبيب صباح النور. قرب منها وبات راسها وقال صباح النور أميت. قالت شمس هاد أتاي مالو هكا بارد، سخني ووجدي قهوة كحلة لسيدك جهاد. خطفت نظرة مسرعة على جهاد، لقيتو جالس فوق الكرسي ومحاش بوجودي. وقلت واخا خالتي. بلعت غصة في حلقي وطبقت داكشي اللي قالت، ودرت بالناقص من شي فطور اللي اصلا معرض عليا حد ليه. وبديت شغالي من بيت خالتي لبيت جهاد وكارولين. انزلت ما لقيت حد من غير ورقة مكتوب عليها اشنو تشهاو للغدا. وجدت ليهم الغدا ودرت سبب انني عيانة باش نهرب من جوهم العائلي اللي ما عنديش فيه بلاصة. طلعت لبيتي صليت وجبت مذكرتي اللي هجرتها هاد اليومين. افتحتها وأول كلمة جات عيني عليها هو اسم يوسف. زينات وجهي ابتسامة نابعة من القلب ومشى بالي لحظاتي في الميتم. كنتذكر يوسف صديقي في الميتم اللي مورا ما تلاقينا كان كيجي عندي مرة مرة ونهربو لتحت الشجر، كيعلمني نكتب ولا ننقزو الصور ونمشي للواد اللي ما بقيتش كنخاف منه بسببه. وما عمري ما قلت ليه سميتي حيت كان مسميني عصفورة. كان في اي مرة كيبغي شي حد يضربني كيدافع عليا وكيحميني، وشي مرات كياخد العصا في بلاصتي. ولكن ما طولاتش صداقتنا بزاف، كان جات واحد العائلة وتكفلات به ورجعت وقعت على راسي واحساسي بالفقد والفراغ استوطنني. سديت مذكرتي وحسيت بشهية غريبة للنعاس، غمضت جفوني ومشيت في نوم عميق بحال لما نعساش عام. دازت أيام عادية نفس الروتين اليومي كندير. جهاد وكارولين علاقتهم متوترة ديما، وخالتي كتبان باللي ما همهاش كارولين ولا دايرة ليها حساب، كتهتم غير لولدها بحال لما راضياش على هاد الزواج. وانا كنحاول نتفادى لقائي بجهاد حيت ماشي في مصلحتي نشوفه، غير غدا نزيد نحرق روحي ونتعذب. وانا عارفه ماشي ديالي، هو ملك واحد اخرى واصلا ما كيهتمش لامري، وهذا الشيء كيزيد يوجعني. ولاحظت التغيير اللي وقع في خالتي من يوم جا جهاد، تقلبات عليا ووراتني وجهها اخر، وبزاف المرات كتلوح ليا كلام جارح. ولكن ما كنهتمش حيت ما عنديش بديل. حتى النهار اللي غادي نكونوا انا وخالتي في الكوزينه وغيجي جهاد داخل علينا معصب وجار كارولين من دراعها، وقفت خالتي بالزربه وتكلمات مستفسره على سبب هاد الحاله. ولدي مالك ياك لاباس؟ كارولين نطرات ايدها منه وهي تقول ايه شكون عطاك الحق تعاملني هكا؟ اشنو درت لهاد العصبيه كامله؟ قال ليها الا ما درتي والو، غير درتي اجهاض بلا ما تاخدي اذني وزدتي نشرة ليا رجليك مع الرجال في الكافي. خالتي دارت شافت فيا بتساؤل كتقول اشنو قال؟ انا مصدومة بهذا الشي اللي سمعت. جهاد كان غيكون اب، ولكن علاش هي دارت هكا؟ الواحد اللحظة تعاطفت معاه، تحرم من ولده قبل ما يشوفه وبدون علمه. قال مي هي كانت حاملة ومشات طيحاته. قالت ويلي استغفر الله العظيم قتلتي روح. وهي تقول كارولين انا ما باغياش الولاد، ما زال صغيرة على المسؤولية وما بغيتش جسمي يخسر بسبب الحمل. زيادة على امك ما تدخلش في هذا الشي، واخا ما فهمتهاش
ولكن راني عارفه ها هضرات عليا. قال هادشي اتفقنا عليه فاش تزوجنا، ولكن راكي حملتي بولدي، كيفاش عطاتك خاطرك تقتليه؟ وشكون هذاك بنادم اللي كنتي جالسه معاه؟ وفين عرفتيه اصلا؟ قالت جهاد ما تدخلش في خصوصياتي، انت عارف عندي اصدقاء وهادشي ما غاديش يتبدل، صافي سالينا. وطلعت كارولين الفوق كتضرب رجليها وخلات موراها بركان من الغضب، وخالتي كتدور في راسها ما فاهمه والو. دازت شي دقايق ديال الصمت حتى كتبان لينا كارولين نازله وشنطتها في ايدها، وقالت جهاد انا راجعه في حالي، بغيتيني كتعرفني فين غنكون، بغيتي تبقى حدا امك انت تعرف. قال كارولين انا اللي معصب ومقلق من تصرفاتك، دايرها قد راسك هكا كتبري اخطائك وكتعتذري عليهم. قالت الكلام غيكون في دارنا ماشي هنا، ما كان بغيش شي حد يتدخل في حياتي. قال الا خرجتي نسيني وما غاديش نتبعك. كارولين طلعت ونزلت في خالتي بنظرة سخرية وخرجت مع الباب، وطلع جهاد الفوق كيضرب في الحيوط، ودارت عندي خالتي شافت فيا بتساؤل ترجمي ليا شنو كانوا كيقولوا. قلت ليها خالتي انا ما كنفهمش الانجليزية، وهي تقول اوف ما تنفعي في حتى حاجة، علاش كل عام كنت كنخسر عليك فلوس الكتوبة غير هكاك؟ ديري شغلك وقابلي الكوزينة هي اللي جاية معاك. جلست فوق الكرسي وبديت كنبكي، انا فاهمة شنو كانوا كيقولوا ولكن ما بغيتش ندخل راسي في حاجة ما كتخصنيش. ومشات ايام وجات ايام وداز شهر، لا حس ولا خبر على كارولين، كلامي مع جهاد قليل، وخالتي رجعت معايا كيف ما الاول، واخا شقاو الطلبات ما كتقدش تنازل عليهم، ولكن على الاقل ما بقاتش كتجرحني الكلمه. وداز الشهر الثاني، في يوم من الايام فقت كيف ما عادتي، درت شغالي ووجدت الغدا وتجمعنا على الطبله، ولكن نظرات خالتي وجهاد ليا وطروني، حاسه باللي بغاو يقولوا ليا شي حاجه ومتردين. بقيت منزله راسي وما طلعتوش، حتى قالت خالتي بنتي شمس، مع اول كلمه وحلت ليا بنتي، سنين طويله ما سمعتش هاد الكلمه. قلت نعم خالتي، وهي تقول الصراحه انا وولدي جهاد هضرنا وتناقشنا وقررنا نزوجوك ليه على سنه الله ورسوله، زواج. من الصدمه وقفت ورجعت جلست وانا مازال ما مستوعبه شنو قالت، يمكن كان حلم ولا ما سمعتش مزيان اكيد. قلت ليها خالتي اشنو قلتي؟ قالت قلت غنزوجك لولدي جهاد، ما قدرتش نشوف جهاد حسبته بحال ما كاينش. وقلت ولكن جهاد مزوج بكارولين، وهو يقول غادي نطلقها. ضرت جهته في نفس اللحظه، ايش هاد الكم الهائل من الصدمات؟ قالت خالتي هو غادي يطلقها، هادي كارولين ولا ما نعرف شنو سميتها، ما هي منا ولا احنا منها ولا من ديننا ولا من بلادنا، ومازال عقلها صغير على الزواج. ولدي بغيت انا نختار ليه عروسته، اتليق بيه وما نلقاش حسن منك بنتي. يلاه بغيت نهضر، وهو يقول جهاد ما تقولي والو دابا حتى تفكري مزيان بصحتكم. تبسم ابتسامته الباهتة ومشى خلاني في حيرة من هاد الأمر غير المتوقع نهائيا، كيفاش بين ليلة وضحاها جهاد غيطلب إيدي للزواج؟ يعني ممكن يكون ليا. شافت فيا سلطانة بنظرة جدية وقالت إيوا فكري وديري في بالك، عمرك ما تلقاي بحال ولدي جهاد وبحال عائلتنا الكبيرة اللي عندها أصل ومفصل، يعني غيكون ليك الشرف يتزوج بيك ولدي. ومشات وخلاتني منزله راسي وكندور كلامها في بالي، فعلا عندها الحق، شكون غيقبل بوحدة لقيتها بحالي
مجهولة الأصل والعائلة. تبسمت وتفكرت أحلامي قبل ما ننعس، ودعائي في صلاتي اللي خصصته غير الجهاد، غيكون ربي سمع مني وتحقق اللي أنا تمنيت. ولكن كيفاش غنتزوج بواحد بارد جامد وما كيكن لي حتى شي شعور؟ من نهار رجع وهو كيتفاداني، كيعاملني كأنني ما كيناش، مرات كيدير صواب وكيبتسم لي ابتسامة باهتة فوق القلب. كنت غارقة في التفكير وهي تجي عندي صاحبتي جودية، هي في الأصل ماماها اللي صاحبت خالتي. كنت تعرفت عليها في الدار، كانوا جاو عندنا ضياف وتقربنا من بعضياتنا وتطورت العلاقة، ومرة مرة كتجي تطل عليا. عنقتها وقلت لها أهلا توحشتك، ودخلنا وأنا مجدة جريدة باش نقولها لها. قالت هدري هدري، عارفاكي عندك بزاف ما يتقال، وطلقي قولي. قلت جهاد تخاصم هو وكارولين، وشهرين دابا باش مشات وما سمعناش عليها حتى شي خبار. قالت وعلاش تخاصمو؟ هزيت راسي بما عرفتش وكملت وقلت ما عندي حتى شي علم بيناتهم، المهم داكشي اللي عرفتو قلتو ليك، ولكن الخبر المهم هو هذا. وهي تقول قولي قولي. قلت جهاد طلب ايدي للزواج. قالت كيفاش؟ قلت لها صدمت بحالك والله، لما زال انا ما مصدقاش. وهي تقول ولكن كيفاش جهاد بغى يتزوجك وخالتي سلطانة قبلات؟ بقيت كنشوف فيها وانا مستغربة وقلت اللي كاين قلتو ليك، وعلاش خالتي ما غاداش تقبل بيا؟ جوديا اشنو بغيتي تقولي؟ قالت شمس ما تفهمينيش غلط، ولكن انا كنشوف كيفاش خالتي كتعاملك، وعلاش جهاد قبل ما يتزوج بكارولين علاش ما تزوجش بيك انتي الاولى؟ وكيفاش هاد الشي جا على غفله بلا ما تجي حتى شي نظره تلميح من جهاد ولا خالتي قبل؟ قلت والله ما فهمت، زياده على انهم قرروا غير هما، وجهاد اللي عطاني مهله نفكر، ولكن طلب مني ما نرفضش. المهم اجي حدايا الكوزينه نوجد لك اتاي ونكملو كلامنا. المهم دازت ساعه وحنا كنهضروا ونحلوا هذا الخبر اللي صدمنا بجوج، ولكن ما وصلنا لحتى شي تفسير مقنع، وقررت انني نصبر ونشوف. مشات جودية وانا جمعت الكوزينه، وجا عندي جهاد هز لي راسي بصبعاني، وجات عيني في عينيه نيشان، ابتسم ابتسامه مشرقه هاد المره وقال شمس انا عارفك استغربتي انني طلبت ايديك للزواج، وهذا الشيء جا على غفله، ولكن صدقيني باللي انا باغيك تكوني مراتي. اول تجربه ليا في الزواج كانت فاشله، ولو كان كنت سمعت كلام المويمه ما كنتش غادي نتزوج بوحده مختلفه عليا في العقليه والدين والثقافه، ولكن ماشي انا اول واحد يتزوج ويطلق، ودابا انا متاكد باللي اختاريت الاختيار الصحيح، وانتي غادا تكوني الزوجه الصالحه ليا. قبلي بهذا الزواج وكنواعدك حبك ليا غادي يجي من بعد. بقيت كندور في عينيا، عقلي ما مقتنعش وكيقول ليا ما تسرعيش، كيفاش غادا نتزوج بواحد كيبغي وحده اخرى؟ واش غادي يقدر يبغيني بنفس الطريقه اللي كنبغي؟ وابتسم ليا واعطاني بظهره ونزل مع الدروج، وانا نقول جهاد انا موافقه موافقه نتزوج بيك. وهو يقول كنوعدك يا شمس غادي نفرحك. وطلعت كنجري لبيتي وكنتمنى هاد الفرحه تدوم، وسديت عينيا ونعست. كانت غابه مظلمه وشجار كتير، جو مخيف والسماء كحلة ما فيهاش نجوم، صوت بعيد ولكن قوي ملاحقني شمس شمس، وضحكاتو كتعلى وانا كنجري وكندور بين داك الشجر خايفة وغدا، وكنجري كان شعري مطلوق ومغطي وجهي وقلبي كيضرب، وداك الصوت كيزيد يقرب مني. تعثرت وطحت على وجهي
وحسيت بجسم ثقيل على جسمي. دورني عنده بالجهد، كنلاقيه جهات قدامي كيضحك وكيشوف فيا بنظرات ما مفهومينش، وشفت في ايدي خنجر حطو على عنقي خنقني وغرس الخنجر في قلبي. غوت قبل ما نسد عيني، ولكن كان صوت الضحك ديالو قوي وانا نسمع الله اكبر. وفقت مع اذان الفجر مخلوعه وقلبي كيضرب وحاسه بوجع الخنجر فيه. واخا كان غير حلم، جسمي عرقان واحساس خايب كنحس به. نزلت من السرير واتجهت الحمام، توضيت ولبست اسدال الصلاه، وعقلي كيفكر في هذا الحلم اللي ما لقيت ليهش تفسير. واستعدت من الشيطان وصليت ودعيت ربي يدير ليا الخير، وجبت مذكرتي وكتبت فيها هذا الحلم وشي خرباشات حاسه بهم، وجمعت بيتي ونزلت نوجد الفطور. كنا كنفطروا وهو يقول جهاد. الأميمة شمس وافقات على الزواج، قالت امتى وكيفاش ما قلتوها لياش؟ قال هضرنا البارح ووافقات، وهاني قلتها لك باش توجدي اللي بغيتي لعرسنا. وهي تكون حارس حطات الكاس وشافت في جهاد بنظره جديه، وهي تقول اش من عرس؟ يا قلتي باللي زربان وبغيتي تمشي تطلق، ولاش العرس؟ نزيدو غا المصاريف، نوجدو حوايج بساط ونديرو حفله غير بيناتنا بركه. احلامي تبخرات وعيني دمعو، كنت كنحلم نعيش ليله العمر ونلبس حتى انا الكسوه البيضاء وندير ايدي في ايد جهاد قدام الناس كاملين ويقدمني ليهم على اساس مراته. بقى فيا الحال من كلام خالتي وزيرت على ايدي، وتفكرت لو كانت عندي عائلتي ما غاديش يديروا ليا هكا، ولكن هذا مكتبي وخاصني نرضى بيه. نزل هو عينيه وبقى كياكل وهو يقول اللي بالك اميمتي ديريه، انا ما عنديش مشكل، المهم خليتكم انا مشيت. وهي تقول خالتي جمعي مع الفطور وغسليهم ووجدي راسك، خاصنا نخرجوا نشريو لك حوايج يليقوا بمرات ولدي وداك الشي اللي درت. وخرجنا ثلاثة سوايع وحنا كندورو في المدينة. شريت ليا جلابة وقفيطين زوينين وجوج لبيسات، واخا ما اختاريتهمش ولكن عجبوني. رجعنا للدار وقالت ليا عطيني نشرب واجي كمدي ليا رجليا من قبيلة وانا واقفة عليهم باش نتقدى ليك. درت اللي قالت ليا ونزلت كنكمد ليها في رجليها، وهي تقول باش تعرفي قيمتك عند ولدي اشراليك الذهب وسلسلة، وها هي في عنقك والخاتم حتى لنهار ضرب الصداق ونعطيه لك. يلا نوضي جمعي هاد الروينة ووجدي لينا بسطيلة بالحوت العشاء، راها عزيزة على جهاد. قلت عارفة خالتي الله يكتر خيركم، وهزيت دوك الحوايج وطلعت لبيتي. ومن بعد مشيت نيشان الكوزينة نوجد العشاء، حتى كنسمعها كتعيط ليا شمس شمس. قلت نعم خالتي، قالت لبسي حوايجك وسيري عند لالا لطيفة جيبي من عندها تكشيتي غدا ضرب الصداق وراني نسيتها. قلت واخا خالتي، انا عمري ما خرجت بالليل، واش جهاد ما غايقول والو؟ شافت فيا بغضب وهي تقول واش انا دابا اللي هدرت معاك ولا جهاد؟ يلا سيري ديري اللي قلت لي. نزلت خالتي ومشيت انا البس باش نخرج. خرجت من الدار وتمشيت واحد جوج دقائق وتفكرت تليفوني نسيته، وانا ما كنعرفش بزاف الطريق، خفت غير نتلف وما نلقاش كي ندير. ورجعت للدار ومن حسن حظي هزيت معايا السوارد قبل ما نخرج، وقلت ما غاداش ندير الحس باش خالتي ما تسمعنيش وتبدا تخاصم. طلعت نيشان البيت وهزيت تليفوني درتو في جيبي وبديت خارجه ومتجهه للدروج، حتى كنسمع في جهاد كيهضر مع كارولين. قال كارولين حبيبتي اهدرنا وقلت ليك نقضي شي شغال وانا معاك. الا لا ما عندك فين تجي، بقاي تما غرض يومين ونقضيه ونجي لعندك. كارولين ما تجهلينيش
واش كذبت اول مره ونزيد نكذب تاني على الميمه؟ كيفاش لاش قلتي ليها رحنا مزوجين؟ انتي لصقتيني باش تنزلي معايا للمغرب، كيفاش بغيتيني نقدمك ليها على اساس عشيقتي؟ ما لقيت شي حاجه مقنعه من غير الزواج. اشهقت بالصدمه من كلامه، احساسي بانني والو في هاد الدنيا كينهش في روحي شويه بشويه، وفي هاد اللحظه ابتلعني بالكامل. بقيت واقفه ما قدرتش نتحرك، ودموعي نازلين على خدودي. اشنو درت ليه اللي يدير فيا هكا؟ اشنو درت لهادو اللي ظلموني كاملين ويعيشوني في هاد المأساة والمعاناة؟ وسمعت خطوات خالتي جايين، وتخبيت بالزربة في بيتي حتى دخلت عنده وخرجت نسمع ردة فعلها، حيت فاش كانت طالعة أكيد غدا تكون سمعاته كيهضر مع مراته. قال ليها لأمي ما ياك لاباس؟ قالت له كنتي كتهضر معاها ياك؟ قال أمي قلتي غتصيفطي شمس باش تهضري معايا، اشنو كاين؟ قالت اه كاينين شي امور خاصنا نتكلموا فيهم. غدا في ضرب الصداق، ما بغيت حد من غير جوج شهود والعدول، ما قاده على شوها. قال ما فهمتش، ياك نهار قريت مذكراتها ولقيتها طايحه فيا، بغات غير انت نعبرها. قلتي لي يا ولدي جهاد دير الخير مقطوعه من شجره نديو فيها غير لاجر، دابا ولات شوها نتزوجها. قالت له هي كتغوت، ياك ما قلتي انا فرحانه لهذا الزواج وغدا نجيب النقافه ونحضر العائله تشمت فيا. لا لا سلطانه، بنت القاع والباع والاصل والمفصل، زوجات ولدها الملقطه. قال ليها ايوا علاش خطبتيها ليا ملي عارفها ما مناسبانيش؟ قالت له هلا مزيان تبارك الله، خسرت فلوسي عليها وجمعتها من زناقي باش يجي راجل يديها. البنت كبرات وعاطيه العين، وكون كانت كتخرج كون تزوجات شحال هادي. واشنو غيشيط ليا انا؟ والو، اللهم تزوجها تخدم عليا وتشوف داكشي اللي بغيت وسير عيش حياتك. انهار تجي راها ديالك، بغيتيها مرحبا، ما بغيتيها شغلك هذاك. قال ليها واخا ديري اللي ترتاحي فيها منتي، امتى غير نكملو هاد الشي؟ خلاص راه بغيت نمشي. وهي تقول له وباقى حاجة اخرى. قال ليها اشنو تاني؟ عندك تمشي تحمل منك، ما عندي ما ندير بولد ملقطة. قال غير كوني هانية، نهار غادي نبغي نولد غندير الولاد مع وحدة باغيها ماشي وحدة مفروضة عليا. نزلت مع الدروج كنجري وكات ما صوتي، ودموعي على خدودي كيحرقوني، حاسة بفراغ كبير وألم الغدر كينهش فيا. بقيت كنجري مدة طويلة ما عرفتهاش شحال ولا حتى فين، أي طريق طويل بين قدامي كنمشي معاه، غير كنحاول نهرب كتر ما قديت. كنت حاسة في الأول بضجيج الناس والطوموبيلات، ولكن في هاد اللحظة ما كان حس بوالو من غير الفراغ والسكون، والمكان ما فيه حتى شي واحد. هنا فين غرس جهاد الخنجر في قلبي، آه في هاد الغابة الحلم كان حقيقي. كنت حاسة باللي غدا توقع شي حاجة. جلست ساعات تحت واحد الشجرة مكمشة على راسي وحاطة ايدي على خدي وكنبكي. شوية كنسمع شي صوت ديال شي راجل، لا ماشي غي واحد، هضرة كتيرة وغوات كتير، يمكن جوج ولا ثلاثة ولا كتر كاع. وقفت وتمشيت بالزربة مورا واحد الشجرة نتخبى، ما بغيتش نطيح في شي ايد واحد في هاد الغابة، وما بغيتش نخسر شرفي. والصوت بدا كيقرب مني وبانوا لي جوج، ولكن ملامحهم ما كيبانوش من شدة الظلام. جبت تليفوني وطفيتو حيت خفتو يفضحني بشي مكالمة منهم. اتكمشت في راسي كنطل عليهم وكندعي في سري لربي يوقف معايا ويحميني. قال الاول وهو كيرجف ماشي هادشي علاش اتفقناه منير،
وقال الثاني: شوف، اتفقنا ولا ما اتفقناش، اللي وقع وقع، وده بس زيد في عداد الأموات. قال له الأول: وباش عرفتيه مات؟ قال له الثاني: جوج ضربات في الكلوة وبغيتيه يبقى عايش، سربي خلاص، يلا خلينا نخرجوا من هاد الغابة قبل ما يطلع الصباح ويشوفنا شي حد. جاوبوا الأول: خايفة صاحبي، والله ويعرفنا الحاج عمران قتلنا ولده، غي صفيها لينا قبل ما يشدنا البوليس. قال له الثاني: مالك خوافة صاحبي، فاش تشد 40 مليون غادي تنسى كاع اللي وقع، يلا نتحركوا من هنا. بقيت متبعاهم حتى بعدو ما بقاوش كيبانوا، قلبي كان غادي يخرج من بلاصتو بالخوف. دابا ما بقيتش بوحدي في هاد الغابة، معايا واحد مقتول، قتلوه بدم بارد باش ياخدوا الفلوس. دازت 2 دقايق ووقفت بالزربة، شي حاجة كتقول ليا يمكن يكون مازال عايش، نقدر ننقذو من الموت، على الأقل إلى ما عشت حياتي نعطي الحياة لشي واحد آخر.